قطاعة عسكرية كثيرة تتحكم في مشهد الساحل الغربي، لماذا تغيب عنه الدولة وتحضر ولاءات ما وراء البحار؟ أين تذهب إيرادات مديريات هذه المناطق ومن يستفيد منها؟ أهلا بكم. سنتان تقريبا على تحرير عدد من مناطق جنوب الحديدة، وحتى اليوم لا تزال هذه المناطق بحاجة لحضور الدولة. ما تزال مدن مهمة كالخوخة وحيص والتحيتة وقبلهم المخا بحاجة فعلية لعودة الخدمات وتطبيع الأوضاع باعتبارها محررة كما يقال وتحت نفوذ التحالف والشرعية، إلا أن الواقع للأسف يقول غير ذلك. الوضع شبه مشلول خدماتيا، فلا الكهرباء عادت ولا المياه انتظم مجيئها ولا الأمن استتب. وفي الأثناء برزت صراعات النفوذ بين شركاء التحرير حتى قبل أن تحسم المعركة مع العدو المشترك الذي يتربص بالجميع ويستهدف بصواريخه وقذائفه الجميع دون استثناء في كل مناطق الساحل الغربي. وهنا نتساءل، ما الذي يمنع عودة الدولة في هذه المناطق؟ ما مستوى الدعم الحكومي الفعلي لقيادة السلطة المحلية لتمارس مهامها وصلاحياتها يا ترى؟ يعيش أبناء وسكان الساحل الغربي مزيجا غير مألوف في عرف الحروب، فهم يعيشون في مناطق محررة من ميليشيا الحوثي لكنها خاضعة لقوات متعددة الولاءات. تحضر هنا النخبة التهامية والعمالقة وقوات طارق والمقاومة الوطنية وغيرها من التشكيلات العسكرية التي باتت تدير صراعات نفوذ لحساب الخارج. المخا والخوخة، حيث التحيتة، الدريهمي، في هذه المناطق تحضر قوات مختلفة الولاءات وتغيب الدولة. المخا تقع تحت نفوذ القوات المشتركة بقيادة طارق صالح ممثلة بحراس الجمهورية والمقاومة الوطنية، وحراس الجمهورية هم بقايا الحرس الجمهوري، فيما المقاومة الوطنية هي قوات تشكلت مؤخرا من أبناء الساحل الغربي. أما المخا فهي تقع تحت الوصاية العسكرية للواء الأول تهامة بقيادة أحمد الكوكباني، فيما حيس تخضع عملياتيا للعمالقة السلفيين، وتحديدا اللواءين 17 و11، والتحيتة خاضعة لنفوذ ألوية عسكرية جنوبية سلفية، والدريهمي اللواء 3 عمالقة سلفي، بالإضافة إلى اللواء إسناد من أبناء المحافظات الجنوبية. صراع تنعكس آثاره المباشرة على السكان، إذ تغيب الخدمات وتحضر الانتهاكات والسجون الخاصة والمخاطر، ناهيك عن الخلافات حول التعيينات وتضاربها وما أصاب المستشفيات الحكومية من عجز إثر نقل كوادرها إلى المستشفيات الميدانية في المعسكرات. هنا تتكشف صور قاتمة من تداعيات الحرب التي تدار في اليمن عموماً، وتستغل ميليشيا الحوثي هذا التهافت لترمي أوراقها من قوات الحرس القديم وتعود لها بمعلومات استخباراتية تكشف معها أهم ثغرة القوات المشتركة، فيما يحذر الكثير من خطر استمرار بقاء قوات خاضعة للولاءات العابرة للحدود. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو فيها الصحفي والمحلل السياسي والناشط السياسي السيد وديع عطاء. أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، مرحبا. حياكم الله. إذن سيد عطاء، دعنا نبدأ بطبيعة النفوذ وطبيعة الوضع هناك في الساحل الغربي. كيف هو الوضع هناك في المناطق التي يقال إنها محررة الآن؟ نعم، نحن اليوم على مشارف العامين تقريبا من تحرير ما يقال عنه يعني مناطق محررة في الخوخة وفي حيس وفي التحيتة وفي الدريهمي وفي الشواطئ الغربية بشكل كبير من القطاع الجنوبي لمحافظة الحديدة، إضافة إلى المخا وما حواليها كذلك من مناطق ساحلية تحسب أيضا اجتماعيا وتاريخيا على تهامة. لكن للأسف يؤسفني القول اليوم بعد عامين بأن هناك يعني لم تتطبع الأمور بشيء يعني بشكل كبير، ولم تعد الحياة كما ينبغي أن تعود في هذه المناطق. الخدمات لا تزال حتى الآن يعني شبه مشلولة كليا. إذا ما سلطنا الضوء مثلا على القطاع الصحي فإن هناك مصيبة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأنه
الحرب هذه ذهبت بكل الكوادر الطبية التي كانت تتواجد في ما كان يسمى بالمستشفيات الريفية في المدن الرئيسية التي هي حيس والتحيتة والخوخة والمخا. هذه المناطق كلها كان فيها ما يسمى بالمستشفيات الريفية وليست حتى المستشفيات الرئيسية، يعني مستشفيات ثانوية فيما كان يعتبر، يعني فيما كان ما قبل 2014. الوضع السابق كان أساسا، جاءت الحرب وجاءت الانتصارات التي فرحنا بها جميعا، وهي اندحار الحوثيين وخروجهم من مناطقنا. لكن الحرب جاءت ايضا بما يعني بقيادات جديده عسكريه سحبت الكوادر الطبيه والصحيه التي هي مؤهله وكانت مسكنه في هذه المستشفيات برواتب من الدوله وتمتلك على الاقل يعني كفاءات وخبرات تحمل على الاقل الشان الصحي يعني او الاحتياج الصحي. جاءت هذه القيادات ايضا لتنشئ ما يسمى للضروره اصلا، يعني كذلك يعني للمستشفيات الميدانية، المستشفيات الميدانية التي الأولوية فيها للأفراد العسكريين وشباب المقاومة الذين يتعرضون من حين لآخر لقصف أو لهجوم بين شهيد أو جريح، لذلك يستدعوا إنشاء هذه المستشفيات. وأمام إيقاف الرواتب والامتيازات والاعتمادات التي كانت مخصصة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الريفية في هذه المناطق، أصبح الكادر الطبي والصحي بحاجة إلى من يغطي هذا الفراغ يعني كذلك. فجاءت هذه القيادات العسكرية التي تتبع يعني قوات عسكرية لم تعد للأسف متصلة كذلك بالجيش الوطني وليست متصلة بالحكومة بشكل مالي على الأقل أو إداري، فسحبت هذه الكوادر إلى هذه المستشفيات الميدانية، وكان ذلك على حساب الاحتياج الصحي والخدمات الصحية الحقيقية للمستشفيات الميدانية. اليوم يؤسفني القول بأن مستشفى حيس، مستشفى التحيتة، مستشفى الخوخة كل كوادرهم تقريبا تحولوا إلى مستشفيات ميدانية، وأصبح الأطباء الذين لهم خبرات مثلا لعشرات السنين المتراكمة يفترض أن يخدموا الجانب الشعبي في هذه المستشفيات أصبحوا مسكنين على المستشفيات الميدانية أو حتى على الأقل أو متقاعدين أو ضحية للإهمال على حساب هذا الاحتياج الطارئ الذي ذهب بالشباب بالكوادر الشابة يعني للحصول على يعني مصادر دخل جديدة وأفضل مما يمكن أن تقدمه له الحكومة. لأنه حتى نكون أيضا يعني واقعيين ومنطقيين، أيضا هؤلاء الكوادر الصحية بحاجة إلى أن يحصلوا على رواتب مجزية على الأقل، لكن رواتبهم لا تتجاوز 100,000 أو لا تقل مثلا عن 50,000، لكن بينما حينما ينتمون إلى ألوية العمالقة وإلى القوات المقاتلة فإنهم يحصلون من رواتب سعودية وإماراتية تتجاوز 150 أو تصل إلى ذلك في حدها الأدنى، ناهيك عن الصرفة اليومية التي تصرف لأحدهم من 1000 إلى 2000 ريال. وهذا مع الأسف أيضا كذلك لا يخضع لمعايير العدالة، بل يتم لمعايير الانتقاء والازدواجية والانتماء المناطقي أو الجهوي في 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 حالات عدة. هذا في الجانب الصحي. في جانب المياه كذلك مشروع مياه حيس الذي حرر أكثر من مرة من مرتين وعاد إليه الحوثيون ثم فجروا خزاناته الرئيسية، لم يعد حتى الآن يعني إلى الخدمة حتى اليوم، مع أن حيس مدينة رئيسية وإحدى أقدم الحواضر في تهامة. التحيتة كذلك حتى الآن لم تطبع فيها الأمور الخدمية كذلك. يعني هذه الخدمات على يعني على ضرورتها الإنسانية والشعبية حتى الآن لم تطبع، يعني مع أنه لدينا محافظ ولدينا سلطة محلية ولدينا من يتباهى بأن هذه المناطق محررة، لكنها حتى الآن لم تعد. بينما المناطق الريفية التي يعني إلى حد ما بيد الحوثيين بعضها ما هو مستقر خدماتيا على الأقل فيما يتعلق بالمياه، لأنه ليس هناك من قصف يومي من قبل الحوثيين عليها، وليس هناك من يعني من منازعات إذا 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 يعني صح التعبير يعني على يعني جهوية أو مالية على هذه المشاريع. الجانب كذلك الكهرباء حتى اليوم لا يزال محافظ إلى ما قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا في أحد الاحتفالات ينادي بربط حيس والتحيتة يعني بمحطة المخا البخارية. كذلك المحطة المخا بنفسها كذلك وهي التي يفترض أن تكون عاصمة تغذي كل ما حول المناطق الجغرافية الإدارية حتى الآن لم تتطبع فيها الأمور كما ينبغي. لذلك نحن أمام ليس التحرير المنقوص بل التحرير الذي أدى كذلك إلى شلل فوق الشلل، لأنه حتى الناس الذين نزحوا حتى الآن لم يجدوا الرغبة الكافية أو ما يشجعهم للعودة إلى الآن، لا على الجانب الخدمي وعلى الجانب الأمني والجانب العسكري. حتى الآن النازحون لا يزالون يملؤون القرى والمزارع والمخيمات في لحج وفي عدن وفي أبيان وفي الضالع وفي كل مكان، ناهيك عن من ذهبوا إلى أرياف الخوخة أو حتى ذهبوا إلى الحديدة. نحن إذن أمام فراغ خدمي، أمام فراغ إداري حقيقي لم تملأه السلطة المحلية والقيادة المحلية حتى الآن بشكل يليق
بمسمى المناطق المحررة حتى الآن، وهذا يؤسفنا أن نقول ذلك، ونحن ننتمي لهذه المناطق التي نتمنى أن تستعاد فيها الأمان وتستعاد فيها الخدمات بشكل يليق بها. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه المناطق ويعني خريطة قاعدة القطاعات الخدمية، لكن ماذا عن خريطة السيطرة في المناطق التي هي محررة الآن؟ من يسيطر على هذه المناطق؟ من يفرض يعني من يمسك الأمن هناك؟ من ما هي التكتلات العسكرية الموجودة هناك؟ كيف هي خارطة النفوذ في مناطق الساحل الغربي بشكل عام؟ الحقيقة بأن الخارطة العسكرية وخارطة السيطرة العسكرية والأمنية والشرطية في هذه المناطق خارطة معقدة يعني إلى حد ما، لأن هناك أيضا مزيج من التشكيلات العسكرية التي غير مرتبطة كذلك بالدولة إلا في الحد الأدنى، يعني في بعض التشكيلات العسكرية التي هي الأمن المركزي أو القوات الخاصة مع بعض من تبقى من أفراد الأمن أو الجيش المتواجدين في إدارات الأمن في هذه المناطق، لكنهم أصبحوا اليوم منفصلين يعني إداريا على الأقل عن القيادة أو الانقياد للتعليمات التي يفترض أن تصدر رسميا. بأسف أيضا حتى اليوم إدارة أمن حيس لا يداوم فيها مدير أمن مديرية حيس، ولا أدري ما هي الأسباب المقنعة التي يمكن أن تمنعه من أن يمارس مهامه في الوقت الذي لا يزال مدير أمن محافظة مديرية الخوخة كذلك معتقل في سجن ما يسمى بالشرطة العسكرية في المخا، مع أن المخا تتبع كذلك محافظة تعز، ولا ندري ما الذي ذهب بهم إلى تلك المنطقة. ومدير المديرية كذلك، مدير مديرية الخوخة اليوم لهذا الشهر الثالث على التوالي تقريبا، وهما الاثنين معتقلين على ذمة قضية أمنية، بينما القاتل معروف يعني على قضية قتل، يعني القاتل فيها معروف يعني يفترض أن يسجن فيها القاتل لوحده، ويتم التحقيق مثلا في الملابسات التي تلف هذه القضية، لكن حتى اليوم تم اختطافها من قبل ما يسمى بالشرطة العسكرية التي لا أدري تتبع من، يعني تتبع من الشرطة العسكرية التي في المخا، لكن أستطيع أن أؤكد بأنها يعني بأن هناك سجنا يتبع الإمارات وتحت نفوذ قوات تتبع الإمارات يشرف عليها طارق عفاش ومن ينتمو إليه يعني عسكريا، هم الذين يديرون هذه السجون في هذه المنطقة، وبالتالي نحن نحمل طارق عفاش ونحمل الإمارات اعتقال مدير مديرية الخوخة ومدير أمن الخوخة، ونحمل كذلك السلطة المحلية بشكل كبير مسؤولية عدم متابعة يعني هذه القضايا بشكل أيضا يوفر إجابة عملية على الأقل، أين هو مدير مديرية الخوخة، أحد رموز التحرير في مديرية الخوخة وأحد من صنعوا التغيير والتحرير في منطقتي الخوخة ومنطقة حيس كذلك. اليوم نحن أمام فراغ، يعني حيس مثلا يعني فيما يتعلق بالسيطرة مثلا هي تحت في عهدة اللواء السابع عمالقة، وللأمانة اللواء السابع عمالقة هم أغلبهم 70 أو 80% هم السلفيين يعني، لكنهم في أغلبهم يعني 70% إلى 80% هم من شباب مديرية حيس. اللواء 11 أيضا عمالقة كذلك أغلبهم من أبناء مديرية حيس مع أبناء مناطق جنوب يعني شمال تعز مع يعني مع بعض الخليط من أبناء المناطق يعني الشمالية الساحلية. هذين اللواءين حيس في عهدتهما، وأستطيع أن أقول بأن الحاكم الأول في هذه المنطقة هو يعني الشيخ علي كنيني، وهو أحد الشباب السلفيين الذين اليوم أصبحوا أصحاب الكلمة الأولى في هذه المنطقة. لا نريد أن نظلم أحد ولا نريد أن نتجنى على أحد، لكننا نريد أن نقول لابد أن تتواجد الدولة في هذه المنطقة، ونشكر الشباب الذين يبذلون جهدا على الأقل ولو في حد الأدنى في الحفاظ على الأمن وإدارة الأمن في هذه المنطقة، لكن كما يطالب البعض بأن تتواجد الدولة في الخوخة نطالب أيضا بتتواجد الدولة في التحيتة، تتواجد الدولة في حيس، تتواجد مؤسساتها كما ينبغي أن تتواجد بسلطتها بقانونها باحترامها بهيبتها بكل أدواتها، لكن أن تتحول المناطق هذه إلى 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 مناطق عسكرية مقفلة على القائد العسكري الفلاني والقائد فلان فإن ذلك طيب ليس من المنطقي يعني بمكان. فيما يعني يتعلق بخارطة النفوذ، أنت تحدثت عن أدوية عمالقة وكذا طارق الصالح، هل هناك أي جهة أخرى أيضا؟ لا توجد منطقة ممن يقال عنها محررة تتبع الدولة إداريا يعني في إدارتها الأمنية ولا حتى في إدارتها في 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 يعني في إدارتها العامة، يعني المحافظ يصدر قرارات لكن بعضها لا ينفذ، لماذا؟ لأن هناك سطوة عسكرية في منطقة ما تحول دون أن ينفذ دون أن يمارس هذا القيادي مثلا عمله الإداري مثلا، يعني أقوى قرار صدر في هذا الصدد مثلا الذي هو قائد محور الحديدة اللواء عمر سقاف
حتى الآن لم يمارس عمله ولم يمكن يعني مع أن الحديدة كمنطقة عسكرية هي محور هي منطقة عسكرية خامسة وتتبع يعني ويفترض بأن يمارس فيها قائد المحور عمله حتى الآن لم يمكن لأن المنطقة بأسرها أصلا هي تحت قيادة الإمارات وتحت سيطرة الإمارات وتحت وذهبت يعني شذرا للأسف تحت قيادات يعني القوات العسكرية المختلفة والمتناقضة الأهداف يعني كلهم يقولون بأن هدفهم الحوثي لكن الحوثي اليوم يسرح ويمرح ويقصف كل المدن على مرأى من الجميع بينما للأسف بعض القيادات يعني انشغلت بتجارتها الخاصة انشغلت بتكوين يعني سلطة عسكرية خاصة أمراء حروب جدد برزوا هناك من يتاجر بالذخيرة هناك من يتاجر بالخدمات هناك من يتاجر حتى على مستوى التجارة الخاصة يعني تجارة الموبايلات تجارة المواد الغذائية انشغل بعض القيادات بهذه الأمور على حساب التحرير الحقيقي يعني وذهب الجميع مؤخرا يعني يعزفون على نغمة أسقطوا ستوكهولم لنحرر حيس أسقطوا ستوكهولم لنصل إلى الحديدة أسقطوا ستوكهولم طيب طالما نحن نتكلم بثقة بأننا قادرين بأن نذهب إلى الحديدة ما الذي يمنع هذه القيادات بأن تتجمع وتقرر وتحزم أمرها وتذهب نحو الحديدة وتكسر هذا الحصار الذي يحاصر التحيتة ويحاصر حيس ويقتل الأبرياء والمدنيين يوميا لماذا هذه المراوحة يعني لماذا هذا العجز أصلا؟ دعنا نشك معنا في هذه النقطة سيد عطاء الخبير العسكري سيد عبد العزيز الهداشي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض أرحب بك سيد الهداشي يعني كما تحدث السيد وديع عطاء في الساحل الغربي تحضر قوات متعددة الولاءات أيضا منها ما هو تهامي وأيضا ذات أبعاد يعني أو حسابات مناطقية أخرى وآخر عابر حتى للحدود برأيك لماذا هذه الكثافة في هذا التشكيل العسكري في هذه القطعة من الأرض؟ أولا أسعد الله مساءك وتحية لك ولضيفك الكريم وحقيقة أحيي ضيفك الكريم فقد أوجز وشرح الوضع الأمني والوضع الخدماتي يعني بأروع ما يكون ولا يستطيع أحد أن يعقب عليه كونه من أبناء المنطقة بالنسبة للوضع العسكري والكثافة العسكرية نتيجة الساحل الغربي هو تقريبا من الكوخة إلى الحديدة تقريبا ما يزيد عن 100 كيلو متر فالجبهة طويلة والشريط المحرر هو من 10 إلى 15 كيلو والشريط هذا هو شريط ضيق جدا ويستطيع الحوثي يعني في أي لحظة من اللحظات الانقضاض وفصل القوات المتقدمة عن القوات المتأخرة خصوصا إذا ضمن تحييد المروحيات والأباتش الإماراتية كونها من صنعت أسطولة الساحل الغربي فالكثافة البشرية يعني من ألوية العمالقة ألوية هامية قوات المقاومة الوطنية اللي بجماعة طارق صالح هؤلاء كلهم المعركة حقيقة كانت تحتاجهم لتحرير الحديدة ولتحرير الجزء الشرقي وصولا إلى الجبل لأن المحرر هو جزء بسيط لا يتجاوز ال ال 1500 كيلو متر مربع من المساعة يعني 15 كيلو في 100 كيلو 1500 كيلو متر مربع تضيق ويزداد الشريط في أي مكان فالكثافة العسكرية هي مطلوبة لعمليات عسكرية لتحرير بقية سهل تامة وصولا إلى الجبل إلى المناطق الجبلية الشرقية ولتجاوز المناطق الجبلية الشرقية لكن نتيجة اتفاق ستوكهولم توقفت معركة الحديدة وهي كانت المعركة الرئيسية بينما لم اتفاق ستوكهولم لا يشمل الساحل الغربي كاملا انما يشمل مدينة الحديدة وللأمانة ان القوات المتواجدة في الساحل الغربي هي في وضع دفاعي والحوثي هو من يهاجمها ويقوم يعني بحرب العصابات على شكل غارات عسكرية او بين قوسين حرب عصابات تحت مبدأ اضرب وهرب لكن الحوثي في لحظة من اللحظات قد ينقض في منتصف المسافة من الكوفة إلى الحديدة ويفصل القوات المتقدمة عن القوات المتأخرة لكن التفاهمات الإقليمية أدت إلى تهدية الوضع في الساحل الغربي الكثافة شيء منطقي نتيجة طول الجبل جبل زيادة طوله عن 100 كيلو متر وأعتقد القوات كلها لا تتجاوز 30 ألف مقاتل المعركة أو معركة الساحل أو حماية الشريط الساحلي الضيق المحرر تتطلب وجود كثافة بشرية من المقاتلين نعم طيب هل يحمل ذلك يعني هل يحمل وجود هذه القوات بهذا الشكل على مشارف الحديدة
احتمالا لمعركة قادمة، إلى أي مدى يمكن القول أن هناك معركة قادمة في الحديدة؟ بالنسبة لمعركة الحديدة، وأقصد الحديدة المدينة وعاصمة المحافظة، أتصور أن تحريرها الآن يعتبر أقرب إلى المستحيل، الصعب وليس مستحيل، كون الحوثي الآن عمل خطوط وأنساك دفاعية قوية جدا عبارة عن أنفاق وألغام ومتفجرات وحقول مزروعة للألغام، إضافة إلى خنادق دفاعية قوية تسمح له بالمناورة وحرب العصابات. وأعتقد أنه لن يتم تحرير الحديدة الآن إلا بتدميرها كاملة، فالآن تحرير الحديدة أصبح مستحيل يعني، أو من الأفضل عدم تحريرها، الأفضل التوسع شرقا بتحرير بقية المديريات مثل زبيد، مثل المنصورية أو غيرها من هذه المناطق. أما الحديدة يفترض الاتجاه شمالا، تطويقها من الناحية الشرقية والاتجاه شمالا ومحاصرتها. ما دخول المدينة في هذه اللحظة معناها تدمير المدينة بالكامل، هم تركوا نصرا مؤزرا أو نصرا يسيرا فأقل التكاليف عندما ذهبوا إلى اتفاقية ستوكول. على فكرة اتفاقية ستوكول فرضت على الشرعية حتى لا نحمل الشرعية في كل المساوئ. للعلم أنه تم إعلان وقف إطلاق النار في الحديدة بتغريدة من وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. الآن تحرير الحديدة الآن لا يوحي القوات الموجودة حاليا في الساحل هي للحفاظ على ما تم تحريره وليس لتحرير مناطق جديدة، والدليل أنه بإمكانهم أن يتوسعوا شرقا. على الأقل من الناحية العسكرية الحوثي هو المتحكم، هو الذي بيد مبادرة حرب العصابات حاليا سواء في حيس أو التحيتة أو على طول الساحل. يفترض أنهم يوسعوا الشريط الساحلي شرقا حتى يسمح لهم بالمناورة في حال هجم الحوثي من الشرق إلى الغرب، يكون أمامهم قدرة للكر والفر في مساحة كبيرة. لكن لو هجم حاليا المسافة بسيطة جدا إلى الساحل، يستطيع أن يقطع الطريق الساحلي ويحاصر القوات المتقدمة ويفصلها عن القوات المتأخرة. حاليا مبادرة المعركة هي بيد الحوثي وليس بيد القوات المتواجدة حاليا، الكوكتيل من القوات التهامية إلى العمالقة إلى قوات طارق عفاش. نعم، وأن تشير إلى هذا يعني الاختلاف أو إلى يعني التغير في المسميات، يعني في نهاية المطاف هذه القوات لا تتبع بشكل كامل مؤسسات الدولة، غير مندرجة بشكل كامل في مؤسسات الدولة العسكرية أقصد، هل بالتالي يعني بقائها بهذا الشكل يؤهلها أساسا لمواجهة مع ميليشيات الحوثي؟ في فترة سابقة ممكن، لكن الآن كلما كانت هناك قوة خارج نطاق الجيش الرسمي للدولة فهي تفقد العقيدة القتالية للمعركة. يعني واحد لا يعترف بالحكومة الشرعية ولا بسلطة رئيس الجمهورية، والقضية هي نسبية، وتريد من أن يقاتل قوات انقلبت على الشرعية، العقيدة القتالية في هذا الجانب تكون ضعيفة. لكن لنأخذ الجانب الآخر ولنكون منصفين، قوات العمالقة على سبيل المثال للحصر هذه تقاتل الحوثي على أساس سني وشيعي، لديها عقيدة قتالية دينية وليست عقيدة دينية موالية للدولة. قوات طارق عفاش لديها عقيدة دينية، عقيدة انتقامية من الحوثي الذي قتل الزعيم. القوات المقاومة التهامية ربما لديها، أقول ربما لا أؤكد الخبر هذا، لديها عقيدة مناطقية لتتخلص من هيمنة الجبل على ساحل تهامة منذ ما يزيد عن 100 سنة، وتهامة ترزح تحت ضغط القبائل وتحت حكم القبائل منذ معركة منذ القضاء على الزرانك تقريبا عام 1925. فالأفضل أن تهامة تحكم نفسها بنفسها، والأفضل أن قيادة المحاور العسكرية وأوبر الحروب هؤلاء لا يكون لهم أي دور، والأفضل أن يتواجد قائد المحور اللي هو عمر زجاف، يتواجد على الأقل للتنسيق والإيجاد هيبة للدولة. لكن للأسف الشديد القوات المتواجدة في تهامة حاليا هي مختلفة العقيدة القتالية، ما بين من ينظر إلى سني ورافضي، وعندما تستغرب عندما ترى العمالقة تحارب باسم
باسم السنة ضد الشيعة. طيب طارق عفاش الذي تحميها العمالقة وتحرسها العمالقة، والذي لولا العمالقة لما وجد أصلا ولا ما وجدت قواته، ينتمي إلى المذهب الزيدي، هذا واحدة، وهو محسوب على الشيعة للأسف الشديد. أنا أتكلم بهذه الطريقة. بالنسبة لأبناء تهامة، هم يريدوا أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وهذا من حقهم. بدل ما نحررهم من الحوثي، أتيناهم بقيادة أخرى من نفس المنطقة التي ساعدت ومولت وتحالفت مع الحوثي. نعم، تفضل بالبقاء معنا سيد الهداشي. بالعودة إليك سيد عطاء، إذن اختلافات مذهبية، اختلافات في سياق لماذا نقاتل أيضا هناك، برأيك هل من الممكن أن تفضي هذه الاختلافات إلى وضع جيد على الأرض؟ نعم، أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ عبد العزيز بشكل كبير، يعني خصوصا وأن هناك تداخل وتناقض إلى حد التناقض، يعني ما بين هذه العقائد المتواجدة في الساحل الغربي، تشكيلات عسكرية حتى على مستوى أبناء تهامة أنفسهم، يعني هناك من يقاتل لحمية مناطقية وطنية، وهناك من يقاتل حمية عقائدية أيضا كونه أيضا ينتمي للمدرسة السلفية، يعني مقاتل مؤدلج يعني إذا صح التعبير، ويقاتلون جنبا إلى جنب مع السلفيين من أبناء الجنوبيين، مع أبناء العمالقة من المناطق الجنوبية، وهناك أيضا يعني قوى تتبع الحراك والمقاومة يعني المقاومة الشعبية موزعة بين الطرفين، يعني هناك معسكرات تستقطب هؤلاء وتستقطب هؤلاء، وتجد في المعسكر الواحد كتائب بحد ذاتها كذلك متناقضة الأهداف أو القناعات، إضافة إلى ما يسمى بالقوات المشتركة كذلك، وما يسمى بالقوات المقاومة الوطنية التي تتبع طارق عفاش كذلك، هي طرفين، يعني هي صنفين، صنف حراس الجمهورية وهم مقاتلين مخضرمين من بقايا الحرس العائلي والحرس الجمهوري المقاتلين، والقادمين من المناطق الجبلية الذين جاءوا مع طارق عفاش وألحقوا به بشكل رسمي عبر طريق الضالع وعدن حينما جاءوا فارين من صنعاء، وحتى التحقوا به بشكل أو بآخر عن طريق بطرق مختلفة، إضافة إلى أن هناك مقاومة وطنية كذلك، وهو ما يطلق أيضا على قوات هامية كذلك، وقوى من مناطق شمال تعز تم تجميعهم من مناطق موزع والوازعية وشمير، هذه المناطق كلها كونت على الأقل لواءين يتبعوا طارق عفاش، هذه المتناقضة كلها اليوم أصبحت الإمارات تلعب على هذه الأوتار لكي تستقطب الناس باسم الدفاع يعني عن هذه الأرض وتحريرها من الحوثي، ودائما ما يعزف طارق عفاش على وتر مسألة يعني عدونا الواحد هو يعني الوحيد هو الحوثي، بينما نراه اليوم يؤسس لمعسكرات جديدة ليس في مناطق قريبة إلى الخوخة يعني إلى الحوثي بقدر ما هي قريبة إلى تعز، وولاءاته الجديدة وشبكات علاقاته الجديدة هي اليوم تهندس فيما يتعلق بمناطق تعز ومناطق السيطرة يعني على الكدحة وعلى مناطق المخا، وتعزيز سيطرته الحقيقية والعسكرية والإدارية هناك، خطوط التهريب تم تفعيلها من جديد كما لو كان عفاش عاد من جديد ويبعث من جديد في هذه المنطقة. السؤال الكبير أيضا أين هي الشرعية يعني فعلا يعني لتقول يعني لتلحق على الأقل الألوية التهامية. هناك كان خبر مفرح جدا قبل شهور سمعنا عنه، وأن هناك اعتماد 10,000 رقم عسكري يفترض بأن يتم إلحاق القوى يعني المجندين من أبناء تهامة في الألوية التهامية بوزارة الدفاع، لكن هناك من أبناء تهامة كذلك المحسوبين على ولاءات يعني غير يعني أو مشبوهة على الأقل رفضوا هذه الخطة، وتم إلحاق بعض الكتائب بالجيش الوطني ماليا على الأقل، لأن الناس أو الشباب على الأقل وجدوا أنفسهم أمام خيارين، يعني هل يذهبون إلى راتب 75,000 و70,000 1,080,000 أو يذهبون أو يبقوا مع راتب 150,000 و130,000 مع بقاء صرفة لا تقل عن 2,000 ريال يوميا، يعني هذه الأمور مع من؟ المادية مع الإمارات. الإمارات اليوم تلعب على وتر الاحتياج المادي، يعني تمنع يعني الصيادين مثلا من ممارسة صيدهم، وتمنع يعني والأمن يمنع المزارعين من أن يمارسوا زراعتهم، يعني لأنه معروف أن أبناء تهامة هم من أبناء المحافظات على الأقل غربة، يعني على الأقل حتى إذا ما سمينا الغربة الداخلية غربة، يعني من أقل المحافظات غربة أو اضطرابا في المناطق يعني في المحافظات الأخرى. لماذا؟ لأنهم كانوا ينشغلوا بين الزراعة وبين الصيد وبين التجارة المحلية، لكن حينما قففت هذه المصادر كلها وجد الناس يعني ما من خيار أمامهم إلا أن ينتموا للمقاومة الوطنية لحمية وطنية مناطقية كما أشار العزيز عبد العزيز، وكذلك يعني أيضا للاحتياج المادي والمعيشي الذي لم يصبح أمامهم من خيار أمامه، وبالتالي
وجدوا أنفسهم كذلك في ظل الفراغ الذي تركته الدولة وتركته الشرعية أيضا بأن ينتموا إلى قوات هذه التي تحمل السلاح ضد الحوثي بمقابل مادي على الأقل يروا بأنه مجزي. هناك من أسس بيته بيتا جديدا، هناك من تزوج، هناك من اشترى قطعة أرض، هناك من أسس محل تليفونات جديد، هناك من أسس بسطة جديدة بأموال الإمارات. وبالتالي السؤال ايضا اين الشرعيه ايضا يعني تنزل وهي التي واجهت يعني في نهايه المطاف الشرعيه واجهت الامارات في مناطق اخرى. السؤال يطرح نفسه الان سيد الهداشي، لماذا اذا تسمح بهذا التحكم في منطقه هامه جدا بالنسبه لليمن، استراتيجيه جدا بالنسبه لليمن كالساحل الغربي؟ نتيجه الضافه الشرعيه، نتيجه ان الشرعيه مغيبه عن المشهد، نتيجه لا اكثر من سبب. أذكرك بأحد التصريحات يعني الرئيس الوزير الدفاع سابقا حول تعز، عندما سألوا عن تعز قال هي قطاع منفصل. حقيقة قوات الشرعية كان يفترض تأطير القوات التهامية ضمن قوات الشرعية على الأقل، أو تشكيل الألوية التهامية وتشكيل غرفة قيادة غرفة عملية مشتركة لتنسيق بين هذه القوات. لكن للأسف الشديد هذا نتيجة الضعف الشرعية، الإمارة متحكمة بالساحل الغربي حتى ولو كانت انسحبت بعض قواتها، حتى وهناك أخبار الأسبوع الماضي على انسحاب بعض القوات السودانية إن لم يكن كلها. كان يفترض أن الشرعية يكون لها دور إيجابي أو على الأقل تواجد إيجابي، لكن الضعف العام للشرعية للأسف الشديد هو الذي جعلها مهمشة. حتى الجزر لم تسلم لقواتنا الشرعية، حتى وبالتالي الإمارة لم تسلم أي منطقة للشرعية سواء في الجنوب أو في الساحل الغربي أو في أي منطقة تصلها. حتى عندما حاولت أن تصل إلى تعز أرادت أن تصل عبر طريق غير الطريق الشرعية. العبث الإماراتي يعني مستمر حتى ولو لم تتواجد قواتها، كونها هي التي تدعم بالمال. حتى في اتفاق الرياض رأينا رئيس الجمهورية يمشي جنبا إلى جنب مع محمد بن زايد وكأن شيئا لم يحدث. المشكلة عندنا في يعني حتى كان يعني الحديث عن إعلان انسحاب إعادة الانتشار الجزئي، يعني كما يبدو أنه اتضح، هل فعليا ما حدث هو انتقال قوات الإماراتية من حيث يعني تركز وسائل الإعلام بشكل أكبر إلى مناطق أخرى ومنها الساحل الغربي؟ لا، بالنسبة للإمارات حتى لو انسحبت، يمكن ناقشنا معكم في هذا البرنامج أو في برنامج زوايا الحدث على أن المشكلة ليس في انسحاب الإمارات حتى لو انسحبت فعلا، المشكلة أنها تدير هذه القوات بالريموت كنترول. جميع القوات في المناطق الجنوبية أو الساحل الغربي تديرها الإمارات، حتى لو انسحب ولو لم يبقى جندي إماراتي فظل الإمارات لها اليد الطولة طالما أن الشرعية ضعيفة ومفككة وغائبة. أنا أحمل المسؤولية للشرعية الذي تركت الإمارات مدة 5 سنوات بهذه الطريقة. لم تحاول الشرعية إرسال جندي واحد، لم تحاول الشرعية الضغط ولو إعلاميا في هذا الجانب. الشرعية قاعدة في الرياض وطالما أن الغداء موجود والعشاء موجود لا يهمها أي شيء. على فكرة هم يطلب الشرعية في حالة إذا في تفاوض يقولوا للشرعية روحي فاوضي في ستوكهولم، روحي وقعي في كذا، روحي وقعي في كذا. الشرعية الآن تحولت إلى مجرد ديكور، ومستقبلا الخطورة يعني لو إذا لم تتشكل غرفة عمليات مشتركة قد تتصارع هذه القوات فيما بينها، كما شاهدنا الصراعات يعني مع قوات أبو العباس في تعز، كما شاهدنا الصراع في محافظة شبوة وأبيان. إذا لم توجد غرفة عمليات مشتركة وقيادة موحدة لهذه المنطقة، سيبك من الشرعية حتى خارج الشرعية، فقد تتصارع هذه القوات فيما بينها. لكن من الناحية العسكرية أن مبادرة المعركة ومبادرة الحرب هي بيد الحوثي. نعم، تفضل بالبقاء معنا سيد الهداش. يعود إليك سيد عطاء، هل تتفق فيما يتعلق بمسؤولية الشرعية حول يعني الوضع بهذا الشكل في مناطق الساحل الغربي ودور الإمارات فيه؟ الحقيقة بأنه لدينا قناعة بشكل كبير نحن كأبناء تهامة كذلك بأن هادي لم يختلف يعني مع علي عبد الله صالح تماما في مسألة التعامل مع تهامة، يعني حتى الآن لم تعطى أهميتها الديموغرافية ولا حتى الجيوسياسية. يعني الحديدة كثاني
أكبر محافظة من حيث عدد السكان وعلى أهميتها الاقتصادية كذلك، إضافة إلى أهميتها الإنسانية اليوم يعني، وهي اليوم أكبر بحسب منظمات دولية تقول بأنها أخطر مكاننا يعني في الجمهورية اليمنية من حيث التأثر إنسانيا بالحرب. يعني اليوم نحن نتكلم عن محافظة منكوبة بكل ما تعني كلمة نكبة من معنى، يعني الحوثيين يطبقون الحصار على المناطق التي يقال عنها محررة، بالإضافة إلى سيطرتهم على مدينة الحديدة التي تعتبر اليوم هي أكبر السجون على مستوى الجمهورية اليمنية. اليوم نحن نتحدث عن 400 ألف نسمة تقريبا داخل مدينة الحديدة محاصرين ومقطعة أوصال هذه المدينة، وأصبحت يعني الخدمات الإنسانية الخدمات الضرورية المعيشية اليوم تباع عليهم وبالتقطير كذلك، إما أن يدفعوا أو أن يشكك في ذممهم أو حتى يتم يعني اعتقالهم واختطافهم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بدون أن تستفز على الأقل يعني إنسانية جريفيث الذي دائما ما يغرد من غرفته في أحد الفنادق في عمان ومن وراء الشاشات بأن هناك تقدما يحصل في الحديدة. لكن دعني أيضا أشير إلى مسألة مهمة، وهي تتعلق في مسألة ضلوع طارق عفاش في مسألة السيطرة على ما يسمى بالمناطق المحررة في الحديدة. اليوم حينما نتحدث عن محافظ لا يتوفر لديه مقر يعني يمارس منه مهامه، يضطر بأن يذهب إلى المنطقة التي يسكن فيها طارق عفاش ويسكن يعني ويقيم فيها هو بعض طاقمه الإداري، إذن ويضطر البعض ليشكك أيضا في ذمة هذا المحافظ الذي أصبح خالي الوفاض وأصبح بدون ميزانية تشغيلية ولا حتى على مستوى طاقمه الإداري. هذا فيما يتعلق بالدعم الذي يفترض أن تعطيه الشرعية لهذا المحافظ ليحافظ على استقلاليته على الأقل الإدارية والشخصية على الأقل، لأن هناك من يتهمه أيضا بمسألة قربه أو حتى يعني تعاطيه وتعامله مع طارق عفاش كواقع فرضته الإمارات في هذه المنطقة وليس كواقع يجب التعامل معه. هذا الشيء في مسألة التعيينات كذلك، أصبح اليوم ما يسمى بتسميتهم بالعفافيش أيضا الذين كانوا إلى وقت قريب مسؤولين عن اعتقال واختطاف ووفاة ومقتل كثير من أبناء من الأحرار والشرفاء في هذه المناطق، اليوم يعودون عودتهم الجديدة من على الدبابة الإماراتية ومن بوابة طارق عفاش أيضا، ويتسيدون المشهد، يريدون أن يتسيدوا المشهد بطريقة أو بأخرى. أيضا ترشيحات التوظيف اليوم التي تذهب إلى المحافظ تأتي عن طريق طارق عفاش في أغلبها، وتأتي عن طريق بعض القيادات العسكرية في أغلبها، ويبقى المحافظ إما أن يخضع أو إما أن يتهم في ذمته يعني من قبل أي طرف من الأطراف. يعني حتى الآن المحافظ يريد أن يحافظ على استقلاليته الإدارية واستقلاليته الشخصية، ولذلك لا يلقى الدعم الحقيقي من قبل قيادة الشرعية. هذا على مستوى التعيينات، هناك أكثر من 28 اسم تقريبا يريد طارق عفاش أن يفرضها على مستوى المديرية المحررة ما بين مدير المديرية أو مدير مكتب تنفيذي أو حتى على مستوى طاقم المحافظ يعني نفسه. هذا الشيء فيما يتعلق كذلك بانسحاب الإمارات، دعني أختلف مع الأستاذ عبد العزيز إلى حد ما بأن الإمارات أصلا لا تتواجد عسكريا بشكل يعني على مستوى أفراد يعني في الساحل الغربي ولا حتى على مستوى يعني قيادة فنية، يعني هم يتواجدوا في عدن في البريقة فقط، استخدموا أدواتهم التابعة لهم تبعا ماليا وتبعا إداريا وتبعا عسكريا ليحركوهم بما يخدم أجنداتهم على مستوى الساحل الغربي. لكن هناك نقطة مهمة وخطيرة أيضا دائما ما أشير إليها في كل مقابلاتي، وهي بأن ما يتحقق على مستوى الساحل الغربي كله هو يمكن وصفه بالانتصار الهش. لماذا هش؟ لأن كل الساحل الغربي الذي يقال بأنه تحرر حتى اليوم لا يزال حتى الساعة يتعرض للالتفاف العسكري من قبل الحوثيين، ولا يزال مهدد عسكريا بأن لأن السلسلة الجبلية المحاذية للساحل الغربي كلها لا تزال متروسة وصنعت فيها مواقع عسكرية استحدثت للصواريخ البالستية ولمصانع البارود كذلك في جبال تعز وجبال ريمة وجبال وصاب، كل هذه الجبال مطلة على الساحل الغربي تهدد هذا التواجد، لأن الإمارة أصلا تتحكم حتى على مستوى الذخيرة، حتى على مستوى الذخيرة لا يستطيع قيادات المناطق الساحلية سواء عمالقة أو حتى طارق عفاش يعني لا يستطيعون يتحركوا يعني أن يتخذوا أي قرارات يعني لوجستية تتعلق بدعم هذه المعركة أو حتى التحرك فيها إلا بأمر من القيادة العسكرية الإماراتية، وبالتالي في أي لحظة تنسحب الإمارات إداريا وقياديا فإنها ستمنع كل يعني يا رجل على مستوى الصرفة اليومية فقط، حتى على مستوى الدعم المادي يعني حينما أرادت النخبة التهامية أن تستقل بقرارها وترفض التبعية لطارق عفاش تم إيقاف الصرف أولا، تم إيقاف الدعم العسكري الأطقم العسكرية وما يشبهه كذلك،
ثم أخيرا تم إيقاف الرواتب ولم تجد القوة النخبة العسكرية التي تدربت على مستوى سنة وسنة ونص تقريبا في حصب إلا أن تتفكك وتذهب إلى ألوية عسكرية أخرى أيضا، منها من ذهب إلى طارق عفاش كأفراد أيضا ممن هم بحاجة إلى أن يستقروا معيشيا، ومنهم من منعته عزته أن يذهب إلى أي منطقة أخرى وذهب ليصطاد في البحر من جديد أو يهاجر إلى الجنوب. يعني نحن أمام تحكم إماراتي لا أخلاقي وابتزاز للقيادة العسكرية يتحكم في المشهد بشكل عام في ظل ضعف وفي ظل خنوع وفي ظل خضوع وانبطاح من قبل القيادة العسكرية الشرعية التي يفترض أن تتواجد، وأنا هنا أحملها المسؤولية لأنها على الأقل لم تقرب أن تتواجد في الساحل، لم تقرب أن تتواجد بالساحل كقيادة عليا. نحن نتحدث عن وزير الدفاع، نتحدث عن نائب رئيس جمهورية، نتحدث عن رئيس هيئة أركان، لم يتواجدوا ولم يزوروا المنطقة حتى على الأقل، فليقربوا أن يزوروا المنطقة على الأقل ليشتد بهم يعني عزم ومعنويات المتواجدين في الساحل، لكن من داخل فنادق داخل الرياض ما الذي ممكن أن يفعله جندي يزعم بأنه يحب الشرعية وولأه للشرعية؟ يعني لماذا نحمل من في الميدان المسؤولية الكبرى بينما هي الشرعية أصلا من هي تبيع قرارها وترهن نفسها أصلا للقرار الخليجي والديوان الملكي أو للكفيل كما يسميه البعض؟ أمام هذا الواقع وأمام ازدواجية مسألة إصدار القرارات التعيينات إلى آخره، أسألك سيد الهداش، يعني باعتبارك يعني إذا ما طلب منك الآن أن توجد حلا للوضع في الحديدة من جانب رسمي ما، كيف سيكون الأمر بالنسبة لك؟ أولا بالنسبة للحديدة من الناحية العسكرية كما ذكر ضيفك الكريم أن الجبال الشرقية كلها مطلة على تهامة وجزء كبير من الساحل ما زال بيد الحوثي، يعني الجزء الموازي للشريط المحرر. أولا من الناحية العسكرية سوف أسعى إلى توسيع الجزء الشرقي أو على الأقل بدل 10-15 كيلو المحررة يمكن نصل إلى الجبال بحيث أني أحمي سلتامة كامل، لأن الحوثي يستطيع الإغارة في أي لحظة ولو تفرغ للساحل الغربي سوف يحدث هناك فارق، خصوصا مع تحييد إذا تم تحييد الأباتشي. هذا أولا. ثانيا ليس هناك أي داعي لتحرير مدينة الحديدة الآن، لأن تحريرها الآن يعني تدميرها وإبادتها، وما يقارب من 500,000 من سكان المدينة سوف تتعرض حياتهم للخطر. العمل على إيقاف هذه الجبهة إذا تم تحرير الساحل إلى الجبال والدخول وجعل قضية الحديدة ضمن أو حل قضية الحديدة ضمن حل المسألة اليمنية الشاملة، لأنه أي جبهة تتحرر أو منطقة تتحرر لن تغني من تحرير صنعاء أو لن تغني من الحل السياسي. نعم، شكرا لك سيد عبد العزيز الهداش الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد عطا، عودة أخيرة، ما هي أولويات، يعني بعيدا عن ذلك وبما بدأنا فيه، ما هي أولويات الوضع الإنساني في الحديدة برأيك؟ الوضع الإنساني يعني على مرأى من الجميع يتدهور يوما بعد يوم، ونحن دائما ما نؤكد بأن الملف الإنساني بشكل عام ليس في الحديدة فقط بل على مستوى اليمن، يعني هو محل ابتزاز للابتزاز السياسي ومحل مناورة سياسية فقط لا أكثر، يعني هو يتغنى به الجميع بينما لا يلمس الإنسان الحقيقة، يعني الخدمات الإنسانية على الأقل التي توفر له كرامته واستقراره الإنساني. على مستوى الإنساني مثلا يعني دعني أشير إلى أن الحكومة الشرعية وحتى السلطة المحلية على مستوى محافظة الحديدة لم تلامس الاحتياج الإنساني الحقيقي، ربما لعجز منها أو ربما يعني لقصور. يعني مثلا يعني لأضرب مثلا لدينا طبيب في 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 مستشفى حيس خدم الناس لمدة 30 سنة تقريبا، كان يدفع حق العلاج لبعض الفقراء من جيبه الخاص، يعني الشهيد احمد شوعي رحمه الله اصيب بقذيفه في احد في 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 فناء المستشفى، لم يخدم ايام الحوثيين لكنه خدم ايام ما جاءت الشرعيه وذهب ثم قتل بقذيفه. حتى اليوم هذه السنه الثانيه وحتى اليوم لا يزال اطفاله يبحثون عن راتبه الرئيسي، يعني حتى اليوم وقضيته وملفه في ملف المحافظ، وحتى الآن لا أدري لماذا يعجز المحافظ عن أن يطبب نفسية أبناء هذا الشهيد. هذا نموذج
لعشرات الشهداء من أبناء التحيتة، أبناء الدريهمي، أبناء الطائف، أبناء الخوخة، الذين يجب أن ترمم نفسياتهم على الأقل الحكومة الشرعية ممثلة بالمحافظ، وأن تكون إلى جانبهم بدل أن يتكففوا المنظمات الدولية وأن ينتظروا المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم سلة غذائية لأبناء الشهيد فلان أو أبناء الشهيد علان. يعني على الأقل احترام خبرة هؤلاء الناس هؤلاء الشهداء واحترام تضحياتهم واحترام دمائهم على الأقل يحتم بأن نكون أوفياء معهم على الأقل على المستوى المحلي، إن لم نكن على المستوى الرسمي. للأسف نحن أمام فجوة إنسانية كبيرة تتضاعف يوما بعد يوم على مستوى الساحل، الاتهام بشكل كبير، ولا يزال هناك السلطة المحلية التي تخطب ود طارق عفاش يوما بعد يوم وتذهب لتحق على بابه لتحصل على الفتات 100,000 أو 200,000 ليقيموا به دوري رياضي أو حتى دوري شطرنج أو حتى نقش مسابقات تافهة مع الأسف، بينما الناس بحاجة إلى أن تعاد يعاد إليهم الأمن، يعاد إليهم الأمان، تحرر مناطقهم، تتوسع المساحات الأمنية التي يجب أن تعيد النازحين. النازحين اليوم يتألمون وحينما ينظرون حينما ينظرون إلى أوضاع بعضهم وقد ذهبت به الظروف إلى ما لا يتوقع يوما ما، أصبح بعضهم يتمنى اللقمة ويتمنى العلاج لأطفاله، بينما هو على الأقل أصبح يتمنى أن يعود إلى مسقط رأسه ليعيش همومه هناك مستورا بعيدا عن أن يتكفف الناس أو أن يضحك عليه الناس أو يسخروا من وضعه. نحن نتمنى بأن يستشعر المحافظ مسؤوليته الكاملة أو أن يمتلك على الأقل الشجاعة الكاملة ليصارح الناس بحجم الخذران الذي يواجهه من قبل الشرعية ومن قبل الإمارات التي تبتزه وتبتز السلطة المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات المحررة. شكرا لك صاحفي والناشط السياسي أستاذ وضيع عطاء، كنت معنا في هذا الحلقة من المسالمة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.